باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين ودهر الظاهرين آمين. في الفرصة بتاعت النهاردة إن شاء الله هناخد شوية آيات، يعني هي آيات مختارة ممكن ما تكونش مرتبطة ببعض لكنها آيات حلوة للحفظ لو الإنسان بدأ إن هو يعيش فيها ويرددها. الآية الأولى في سفر الخروج إصحاح 23 عدد 25، آية حلوة بتقول: وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك ويبارك ماءك ويزيل المرض من بينكم. نقولها تاني: تعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك ويبارك ماءك ويزيل المرض من بينكم. وإحنا طبعا دلوقتي كلنا عمالين نعيش عايلين الهم بالنسبة للمرض والوباء والإجراءات اللي بتتخذ لتوقي عدم يعني العدوى والحاجات دي كلها، ولكن ربنا النهاردة حط لينا علاج حلو وسهل خالص. بيقول: تعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك ويبارك ماءك ويزيل المرض من بينكم. اتحلت، يزيل المرض من بينكم. مين اللي يزيل؟ يد الله. بس طبعا زي ما احنا عارفين ان اللي يزرعه الانسان يحصده، فان كنا عاوزين نحصد ان الله يزيل المرض بيده القديرة يبقى لازم نعبد الله من القلب. تعبدون الرب إلهكم، فالعبادة لله ليها بركات كثيرة، يبارك الخبز ويبارك الماء ويزيل المرض. ما فيش أحلى من كده ولا أحلى ولا أنجح من كده علاج للمرض والوباء، يزيل المرض من بينكم. الآية الثانية آية حلوة قوي برضو نحب إن احنا نرددها، بتقول إيه: يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر لآله فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما له واشتراه. يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر لآله فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما له واشتراه. وفعلا الإنسان اللي بيختبر العشرة مع الله خصوصا في أوقات السكون وأوقات الهدوء ويتمتع بعشرة ربنا كل الدنيا دي تهون فعلي. يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر لآله فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما له واشترى. آية تالتة حلوة تطمننا، وخصوصا يعني أصارحكم لما بنقرأ في سفر الرؤيا ونسمع عن الضربات والنكبات والأبواق والحاجات دي كلها، والواحد يقول هروح فين في ده كله. يجي ربنا يطمننا في إنجيل معلمنا لوقا البشير ويقول: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وإحنا عاوزين إيه أكتر من كده؟ إن ربنا بيدينا الملكوت ويجعلنا نصيب في ملكوته، وهو بيطمننا: لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وبعدين يقول السيد المسيح: أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وعددت لكم مكانا
آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. وعلمنا رب المجد يسوع المسيح إن احنا نرفض العالم ومجد العالم، وقال مجدا من الناس لست أقبل، كيف تقدرون أن تؤمنوا بي وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. آية حلوة بتقول يصر الرب بخائفيه وبالراجين رحمته، وآية تانية كمان حلوة قوي بتقول ماذا يريد منك الله إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. ماذا يطلب منك الله في سفر ميخا؟ ماذا يطلب منك الله إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وأختم بقى بالآية الأخيرة اللي في إنجيل معلمنا يوحنا البشير في صلاة السيد المسيح الوداعية لما قال أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجد الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. لربنا المجد دائما أبديا آمين. أنيته Tenchos en nepterente de otocos mareas, ma ven ben sotirente vcane. Smarot in Jeviot Nemibshirin Embed Nemma Eto Web Tetereye Seji Kevot Ten Oshtem Ostentio.